خسارة جلا شدت يارا وانسان اللي حزارة قلب التعلينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا والحارة تشنعلى وننسى ننسى ما نزهي نسوانا تحرمنا بالخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة تحرمنا بالخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة لا رحمة ولا عدالة يا ناري يا ناري على ودي المسكين شفتي شفتي قديش يحبك يا جيجي اي والله بيموت فيكي وروسكم يا جماعه لك ابني حساس كتير ايه لك طلع على ابوه لك شفت شفت الدلال تبعك وين وصلوا الولد اصبح على اي شيء لك يرمي القاتله ويدوخ ولا عاد يتحمل لا ميته ولا ربوخ جيجي باي نحلم ولا بالرسمي لا مو حلم مو حلم انا الملثم اللي رعبتك مبارح يا فالح يا ماستا سره هو انت جيجي اتوحشتك مو نورمال كارلوس الك تسنتر لك شوي يو انا كمان بتعرف اي والله شهرين مرقوا علي كانه سنتين صاتي يا حلوفة مو هيك بس كيف قدرتي تهربي؟ الجنود لما سمعوا بانه الريسه هربت والدنيا احترقت والبلاد خاضت يفتحوا لنا البيبان وقالوا نطلعوا لك اي والله اكثر حاجه كنت خايف منها اني ما عاد اشوف شعرك الارطب والحريري والناعم اي والله خفت يقرعونك شو؟ يقرعولها؟ هيجي اللي مزل والله جيجي بنتي شعرها طويل ارطب مثل امها مش احرش كل حكاكه اي والله انا ابني كارلوس لك زين وعين وقد لك تبارك الله عليه شبه امه قوليلي جيجي وينك نبعثك مساجات على الانترنت وانتي ما بتردي اي ريحتك ما ثمش ولا تحيرت عليكي الكور تبعي بيراتي وبعدين الريزو دايما طايح جوات الزنزانه إيه الحمد لله إيه الحمد لله تهنين عليكو يعني قليل ربحنا حاجه من ناحيه الريزو صلي الاولاد صلي ابو دعبس شلونك الحمد لله لك وين هو ابو كارلوس نسيته دخل جوا لك جابوا كارلوس دايخ ولك ما تخافوا على كروس كروس نسيبي راجل وصنديد وحتى في دوخته صار ولي لك شو ها كروس من دوخته ايه لك سبب الحمد لله ايه خليته جوا هو ومرته في جناحه الخاص خليه يرتاح ايه معاه مم كارلوس وحماته مجيجي كمان صحيح يا جماعة إيه؟ سمعتوا آخر الأخبار شوفوا بعد ما صار مبارح من تكسير وحرقان إيه؟ اليوم سمعت أخبار تانية الحارات كلها شانعة يا أخي يا لطيف يا لطيف وأنا سمعت إنه في دغارة في حارة الليبية والحارة السودانية سودانية ويقولوا إنه الجيش مسك مجموعة ملثمة إيه؟ ولقوا عندهم سكاكين وموس بوسعادة يا لطيف يا لطيف يا لطيف أخبار هذا كله أنا سمعت على القناة التنبيرية إنه جماعة الخانون كانوا نبيين يفصعوا بس مسكوهم كلهم على المطار في آخر لحظة الحمد لله الحمد لله ويقولوا إنه مسكوا واحد سارق تاكسي سياحي سياحي شو؟ إيه ولقوا معاه اثنين سواح لما فتحوا المان شو لقوا؟ لقوا عندهم سواطير وسكاكين وبطري بطري ايه يا غلبي قال شو بيشتغلوا جزاري واجوا للحاره قبل ما تخوض اي هذا التصريح ست حميده ام فريح على الجوع علينا يا شوفي يا والاحوال يا والاحوال لك البلاد دخلت في حيط مثل هاك العام العمى ربي يقدر الخير ربي يقدر يا جماعه انا من رايي نقيموا فيها عسى بالحارة بالليل ايه ليه لا مدام الأمور مش واضحة ايه لك يا خي
نتفاهموا مرة احنا ومرة نسوانا لحد ما ترجع الحاري ومبونيتها كمان. معلوم هيدا الكلام الصندي. ومن ليلة من ليلة تبدي العسي ام بديس بنت عمي مراتي. رجال لك بكفي لحد هلا بكفي بكفي هلا صار وقت الرجال. الرجال لازم احنا نحرس الحارة يا شومي. ايش مات في النبارة ولك يسلم تمك بيي. يا ربي حني يا ربي حني. اي وروسكم يا رجال يا قلوب الجمال. منيحه منيحه. اول ما اشوف واحد في الحاره غريب راح كبش فيه اكور بيه. الا ابو نسب انت تعس بالشباك وهيك تطير رقلق وتضحي الكبي ولك يجري. اروح اروح فضحتنا الله يضحك. يلا يلا خلصونا البنات خليني نسكر القهوة الكوفر فيه مزينه نص ساعة. يلا يلا لبرا لشوف. يلا لك روح. يلا العمى ايه عرفتي اقعد يا قد ما بتقدري بحارتك. ايه ايه لحين تهدى لو ذا. ايه 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 تصاحبك راجل تهني تهني. ايه ايه شو علينا ده انا سكت لك كثير بس رح فرجيكي شو بتعمل للرجال. ايه رح فرجيكي رح فرجيكي كيد الرجال. ما سمعتوا شي ولا شي ما في شي ما سمعنا. شو وين توكابري ماني شايفها لا تكون خايفة تعسمعنا. اي لا توكابري راحت بمهمة كبيرة لك كتير كبيرة. اهلا فيكم مرة اخرى على قناة الحارة 1111 القناة الافضل والاحلى والاقرب الى قلوب الكل. قناتكم صوت الشعب صوت الشعب. خصصنا لكم هيدا البرنامج لنستقبل كل نداءاتكم لانه حاسين فيكم كتير. تقبروني ان شاء الله بيرجع الهدوء والسكينة والأمن والأمان لكل حاراتنا. وهلأ نستقبل تليفون تاني ونقول ألو ألو اختي بهيجة اجريوني ابعثونا الجيش والأمن حارة المقصج متعالينا بالسيوف والسكاكين والزلاليت. بحكي معكم أنا من حارة بنت القمرة دخيلكم دخيلكم اجريوني رح يدهموا علينا للبيت. وبشكر شكر خاص الناس الأمان. الله يخليه الله يخليه ويبعد الدغار عليه. هذا واجبنا اختي ما بنستحق شكر لك العافية. وهلا بنترككم مع فاصل اعلاني لمدة ساعة ونرجع لكم. يلا اللي بعده خلصون جيبونا اللي بعده. لك شو وينكم يا جماعة مقول اللي بعده مو سمعيني. يا الله خلصونا يلا يلا. والله يخليكم والله يخلي باع في الانات تقبر لي. يلا يلا اللي شو ما عجبتك. ايه برافو كنتي كتير شاطرة حبيبتي. يلا روحي هالحين تاخديني مرتي يا عيني دا استغاثي. لا روحي مو هالحين بعدين منحكي روحي. الله يخلي لي اياكم الله يخلي لي اياكم. وما زلنا مع نداءات الاستغاثة. ألو ألو شكون معنا؟ ألو ألو القناة التنبيهية. إيه معكم عينون عينون من حارة النبارة ما عرفتوني. اسمعوا لك في دغار فوق السطوح بينقز ولك في كمان سيارة إسعاف مسروقة فيها اثنين دغارة في زي فرامل. ولك دخيلكم الله وين الأمن ابعثونا الأمن وحمونا. ولك فين الأمن وين الأمن. حلوة هيدي حلوة. من هنا تبدأ القصة من هنا يبدأ النداء. ايه
نداء عاجل لجميع الوحدات والجيش إذا كان عم يسمعونا. في دغار في حارة النبارة. يا ماما يا ماما، لك أعطونا تصفيقة. بقولكن أعطونا وداركم اسمعونا. بقولكن في دغار في حارة النبارة. ونداء لجميع لجان الحارات، ديروا بالكن على سيارات الإسعاف وفتشوهن مليح، واللي مو حابب يتوقف حجروه، فجروه، هرسوه، طيروه، شو أعملوا بتعملوا، فجروه، فجروه. ما في غناية، ما في موسيقى، ما في تبكي الطيور، ما في شيء. كوبي كوبي. شو ايه وقيل بيت الحس الليلي؟ لازم بعض الشباب راحوا يدبروا رسم منطقة صناعية، شيء إلكترونيك على شيء بالي بالك يستفلوا. شو سمعين؟ انا والله مو غايد لي غير ابو الليل. الليل عرس ولده وكل الناس هنوه بالنهار واعتذروا عشان كلهم حيعسوا الليل. يقولوا انه في فلاح بسيط ايه طلب يدخل ويتعين في مجلس الشعب. قالوا له شو انت مجنون؟ قال لهم ليه الشرطة ده اكيد عشان ندخل في مجلس الشعب. قالوا له لا بس احنا عايزين انسجام بين اعضاء المجلس الواحد. شو كتير بايخ يا ابو بديس، هادي مو نكتي هادي قلتي. شو ابو بديس؟ لك اسمع لي اقول لك ابو بديس، يبيو لجدي يقول الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. لك بيحكي لجدي في الثورة 2011 كان هو العساس الوحيد بالحارة. أوه. كل نايمين جدك وجدي وجد هدوك، ولك هو مسك القناصة واحد واحد. كلها؟ إيه كلها. لك موصل شي 8250 ألف قناص في هالتعديل هاد. كيف مسكهم يعني بالفليتوكس؟ لك شوف لي توكس، لك بالشبكي. ايه حط شوية عنا بالمخزن وشوية عند الجيران. ايه لكان يفرق اللي يفرق. بيقلوا لبيي اللي شاف بعيناته شي 11-12 واحد راكبين بسكلات قناصي. قناصي؟ ايه مو بيقولوا انه القناصة اشاعة؟ شو اشاعة ما اشاعة؟ شو اشاعة ما اشاعة اخي؟ جدوا لبيي بيقل لبيي انه باع منهم بالكوري. لك جوارات صحاح. ايه باع هنيك وهنيك وهنيك وخدوا الدوري. يبقى فيهم واحد شو قلك واحد الناس اعور يا لطيف. ايه لك ماضي هاد بتخاصم عنه ريال مدريد وشيمينو. شيمينو؟ شو معنى شيمينو؟ هيدا نادي عريق بالمغرب العربي في العشرينات. يا بس يا عيب الشوم على دحارة وعلى ده زمن. ولك هيدي اتصالات حارتنا بحثت لي 50 دمنوس. اي والله ماني مصدق بالرسمي بديش. ايه حلوة. لك انا كمان بحثوا لي 50 دينار. لك حلوة الفازة. مين كمان بحثوا له 50 دينار اتصالات حارتنا؟ ولك انا كمان دعبس، انا كمان بديش. لك هيدي حلوة كتير. ايه كمان في دغا امسكوه. يلا شباب ولك اطلب لي قناة الحارة 1111. هانو قناة الحارة 1111 في دغارة في حارتنا. ولك الدغارة عم بوكلت. ولك انا شاهد عيان بحكي معكم من الميدان. ابعطونا الامن والتعزيزات راي خلات على روسنا وجنات. لك فيقلي شوية. لك شوف لي اخر نومرو كومبوزيتو. انزل على كيف مسا الخاطرة. ها؟ الو معلم معكم دغار الحارة الخدمة كدرت الاولى وسمحونا على هالتلي بس في واحد طاح وما في عينه بلي. Oh.
عمل في المومياء في الحارة شوفونا يا نظارة عمل في المومياء في الحارة شوفونا يا نظارة وجالنا شدة ديارة انسانا اللي حسارة جالنا شدة ديارة انسانا اللي حسارة قلب التعلينا اللعبة سلمنا ورمينا سلاحنا والحارة تشنع لو ننسى ننسى ما نزهي نسوانا تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة تحرمنا من الخرجة لا خدمة كان لبطالة نسوان الحارة مرجة لا رحمة ولا عدالة لا رحمة ولا عدالة عنا رجال أبطال في الفرصة بيستنوا في الفرصة بيستنوا نسواننا رجال رح ينتفضوا ويجنوا رح ينتفضوا ويجنوا واللي فرح بالاثنين ظالم يا ويلو من الله ظالم يا ويلو من الله بالعقلية تداوي جروحك في اليد في اليد اصنع روحك والحرية قريبة تفوتك حتى حد ما يسمع صوتك ابتسامات ومطالب غلطونا الله غالب إشاعات ومكاسب العالم فاتك وانت الظالم العالم فاتك وانت الظالم